الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في أصول الفقه من كتاب تحقيق الأصول من إرشاد الفحول. وصلنا في النسخ إلى المسألة 17 في الطريق التي يعرف بها كون النسخ ناسخة، وذلك هو. فقال الشوكاني: الأول أن يقتضي ذلك اللفظ بأن يكون فيه ما يدل على تقدم أحدهما وتأخر الآخر. قال الماوردي: المراد بالتقدم التقدم في النزول لا في التلاوة، فإن العدة بأربعة أشهر وعشرة سابقة على العدة بالحول في النزول لا في التلاوة، مع أنها ناسخة لها. ومن ذلك التصريح في اللفظ بما يدل على النسخ كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم في سورة الأنفال، فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة. ومثل قوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات في سورة المجادلة. الثاني أن يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: هذا ناسخ لهذا، أو ما في معنى ذلك كقوله: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والحديث أخرجه مسلم عن بريدة رضي الله عنه بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما بينت في حاشية الكتاب. الثالث أن يعرف ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم كرجمه لماعز ولم يجلده، فإنه يفيد نسخ قوله: الثيب بالثيب جلد مئة ورجمه بالحجارة. والحديث قد سبق تخريجه في صفحة سابقة، وقد بينت في تلك الصفحة بأنه متفق عليه. ثم قال الشوكاني: قال ابن السمعاني: وقد قالوا إن الفعل لا ينسخ القول في قول أكثر الأصوليين، وإنما يستدل بالفعل على تقدم النسخ للقول بقول آخر، فيكون القول منسوخا بمثله من القول، والفعل مبين لذلك. وقد بينت في دروس سابقة بطلان ذلك أو رجحان ضده، بأن القول ينسخ الفعل والفعل ينسخ، وأن الفعل ينسخ القول كذلك على الصحيح، وقد دللت على ذلك من الأدلة الصحيحة. الرابع: إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان، ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة. ذكر معنى ذلك ابن السمعاني: قال الزركشي: وكذا حديث من غل صدقته فقال صلى الله عليه وسلم: إنا آخذوها وشطر ماله. والحديث كما ذكرت في حاشية الكتاب بأنه أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن معاوية ابن قرة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع بلفظ: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. نعود إلى كلام الشوكاني، قال: فإن الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم لهذا الحديث، فدل ذلك على نسخه، انتهى. وهذا بقية كلام الشوكاني، وانتهى كلامه. ثم قال الشوكاني: وقد ذهب الجمهور إلى أن إجماع الصحابة من أدلة بيان الناسخ والمنسوخ. قال القاضي: يستدل بالإجماع على أن معه خبرا وقع به النسخ، لأن الإجماع لا ينسخ به، ولم يجعل الصيرفي الإجماع دليلا على تعين النص للنسخ، بل جعله مترددا بين النسخ والغرض. وكلام القاضي هنا الذي ذكره الشوكاني بأن إجماع الصحابة دال على وجود نص أو خبر وقع به النسخ هو الصواب، والله أعلم. الخامس: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر.
إذ لا مدخل للاجتهاد فيه. قال ابن السمعاني: وهو واضح إذا كان الخبران غير متواترين. أما إذا قال في المتواتر إنه كان قبل الآحاد ففي ذلك خلاف، وجزم القاضي في التقريب بأنه لا يقبل، ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين لأنه يتضمن نسخ المتواتر بالآحاد وهو غير جائز. وقال القاضي عبد الجبار يقبل، وشرط ابن السمعاني كون الراوي لهما واحدا. ومرة أخرى هنا قد بينت في دروس سابقة بأن الآحاد ينسخ إذا صح خبر المتواتر وينسخ القرآن، وهذا كثير وقوعه في ما وردنا من الأحكام الشرعية بما لا يقبل النقد، وقد بينت ذلك مستفيضا في دروس سابقة والله أعلم. السادس: كون أحد الحكمين شرعية والآخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا. وخالف في ذلك القاضي أبو بكر والغزالي، لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه ورده إلى ما كان. وأما حداثة الصحابي وتأخر إسلامه فليس ذلك من دلائل النسخ، وإذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه فرجح قوم منهم ابن الحاجب الوقف. وقال الآمدي: إن علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع، وإن جوزه قوم وبتقدير وقوعه فالواجب إما الوقف عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن. وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك. وهذه بعض أحوال قد تقع لا ننكر ذلك، ولكن الصحيح بأن الصواب منها موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تفقه ومن استنفذ الجهد واستنفذ الوسع في ذلك فسيصل إلى الحق من بيان الناسخ من المنسوخ. والحق كما بينت في دروس سابقة بأن بعض الناس قد توسع في النسخ توسعا كبيرا فأدخل فيه ما ليس منه، والحق بأن نبدأ بمحاولة الجمع بين النصين كأن يكون أحد النصين خاصا والآخر عاما فيحكم الخاص على العام، نخصص العام بالخاص، أو أن يكون أحد النصين مطلقا والثاني مقيدا فنقيد المطلق بالمقيد فنقيد المطلق بالمقيد وهكذا. أما النسخ فوقائعه ليست بذلك العدد الكبير، ولكن لا شك في أنه قد وقع نسخ القول بالفعل ونسخ الفعل بالقول، وكذلك وقع نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، وقد وقع كذلك نسخ المتواتر بالآحاد فيما وردنا وفيما بينا باستفاضة فيما سبق من دروس. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من باب النسخ، ونبدأ في الدرس القادم في باب القياس بإذن الله تبارك وتعالى وعونه من كتاب تحقيق الأصول من إرشاد الفحول، وهو كتاب أكرمني الله تبارك وتعالى بتأليفه منذ سنوات في تهذيب كتاب الإمام محمد ابن علي الشوكاني والمسمى إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.